مساء الخير. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى نهار الجمعة، بحيث نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بين الجمعة والأحد لتتخطى 30 درجة ساحلا. إذن جو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ مثل العادة من شمال، وعكار عم بتسجل 27 درجة، طرابلس 28، العاصمة بيروت أيضا 28 درجة، وصور. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 26، اللقلوق 16، زحل 25، وجزن 24 درجة. نسبة رطوبة ساحلا توصل لل 75%، ريح سطحية غربية إلى شمالية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة والأربعة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع تكون للضباب على المرتفعات بالقسم الثاني من النهار، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 28 درجة. للخميس والجمعة جونا صافي قليل السحب ودافئ مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 29 درجة لنهار الخميس وال 31 درجة لنهار الجمعة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على خير.